اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه من الاهلي الليله. لكن الفقره الحاليه فقره مختلفه، فقره هنتكلم فيها في الكره العالميه. اكيد هنتكلم عن امم افريقيا، لكن الكره العالميه والانتقالات هي اللي هيكون الكلام الاكثر مع واحد من نجوم الكره العالميه اللي انا بستمتع بيهم بشكل شخصي، وكان موجود معانا هنا في قناه الاهلي في برنامج وورلد سبورتس، وواحد من المميزين في الدوري الانجليزي. معايا مشرفني ومنورني الكابتن احمد صلاح، المنسق الاعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقه العربيه. استاذ احمد برحب بيك. اهلا بيك يا عمر. عامل ايه؟ المشاهدين كله تمام الحمد لله. بستمتع بوجودك. الله يخليك. ومش بقول كده عشان بس يعني انت موجود معايا، لكن انت واحد من القليلين في مصر اللي بتعرف تتكلم في الكره العالميه، ودايما بيكون ليك اراء مميزه جدا جدا جدا، وهستغلك في كل حاجه بقى، في كل الامور الخاصه بالكره العالميه. معاك. طيب يعني ما ينفعش ابدا معاك كره عالميه من غير ما نروح لامم افريقيا، وعايز اعرف تقييمك للجوله الاولى من الجولات وتقييمك للبطوله الافريقيه بشكل عام، وهل الجوله الاولى ممكن نقيس عليه مدى قوه المنتخبات ولا لسه بدري؟ لا لسه بدري، يعني البطوله دايما لما تبقى 32 فريق او 24 فريق دايما تاخد وقت شويه على ما تكتشف الفريق البطل، على ما تكتشف الفريق اللي عنده فعلا دكه بدلاء يقدر يكمل بيها في البطوله، الفريق اللي بيقدر يتغلب على الايقافات والاصابات اللي بتحصل خلال البطوله. احنا لسه اول جوله في كاس امم افريقيا، لسه القوى الكبيره في قاره افريقيا لسه ما ظهرتش بالشكل المطلوب، يمكن منتخب او اتنين بس اللي شفناهم ظهروا بشكل قوي في مين يا احمد مثلا المنتخبات يعني اللي انت قلت عليها ظهرت بشكل قوي؟ الجزائر ظهرت بشكل قوي، الجزائر عندها خط هجومي خطير جدا. الكاميرون ايه رايك؟ الكاميرون النهارده كانت شايف ان هي لعبت برضو مع منتخب غينيا بيساو، مش هو ده الاختبار اللي تقدر تحكم فيه على الكاميرون. منتخب مصر كنا ننتظر منه ان هو يكون افضل من كده، منتخب المغرب كنا ننتظر منه ان يكون افضل من كده، منتخب اوغندا شايف ان هو من المنتخبات المرشحه ان هو يكون حصان اسود للبطوله. منتخب جيد جدا، عنده يمكن فاروق 100 يمكن هو ابرز خصيف نجم في منتخب اوغندا، وعنده ديسابر واحد من المدربين اللي فعلا مدرب جيد جدا، يعني هو لما كان حتى مع النادي الاسماعيلي كان عامل شكل للفريق وكان بيلعب بشكل جيد جدا. انا شايف ان هو واحد من المدربين الجيدين جدا في كره القدم الافريقيه، وقدر مع منتخب اوغندا ان هو يعمل شكل لمنتخب اوغندا، والدليل ان هم تغلبوا على الكونغو الديمقراطيه على الرغم من الاسماء اللي موجوده في الكونغو الديمقراطيه افضل شويه من منتخب اوغندا، لكن التنظيم التكتيكي لمنتخب اوغندا كان جيد في المباراه، وقدروا ان هم يحسموا ثلاث نقاط. اعتقد ان صداره المجموعه بين منتخب مصر ومنتخب اوغندا، اتمنى ان منتخب مصر يحسم الصداره، لكن لسه بدري. انت بتتكلم في بطوله 24 فريق، بعد ما بتخلص هتوصل لدور ال 16، يعني انت بيخرج من عندك 8 فرق فقط من الدور الاول، 16 فريق برضه بيبقى لسه قدامك اربع مباريات عشان توصل للمباراه النهائيه، فاعتقد ان البطوله لسه طويله ولسه مكمله، ولسه البطل ما نقدرش من دلوقتي نحدد نقول، لكن ممكن تقول مرشحين، يعني احنا بنتكلم بشكل عام لحد دلوقتي السنغال، الجزائر، منتخب مصر طبعا. في منتخبين عربيين ما اتكلمناش عليهم، عايز اعرف رايك، تونس والمغرب. المغرب انا شايف ان المغرب دخلت البطوله بترشيحات كبيره جدا، بامال كبيره جدا عقدت على المنتخب المغربي، لكن واضح ان الاجواء مش جيده داخل المنتخب المغربي، وشفنا اللي حصل مع حمد الله قبل البطوله، وواضح ان في احزاب جوه المنتخب المغربي، ده شتت شويه المنتخب المغربي. كمان الاداء امام منتخب ناميبيا يمكن هو اضعف اسم موجود في البطوله في المجموعه، وكان المفروض ان المنتخب المغربي يقدم مباراه افضل من كده. ممكن لسه اول مباراه، لسه كان حراره الجو برده، المباراه كانت بتلعب في درجه حراره كبيره، لكن المنتخب المغربي ما ظهرش بالشكل الجيد في مباراه ناميبيا، ولسه معك. لسه شويه يونس بالهند ما لعبش برده المباراه، كان غايب، مش ممكن لعيب خطير جدا، لعيب قوي جدا ومنتظر منه اداء قوي جدا. لكن عندهم رينارد مدرب متمرس في البطوله ومتمرس في كره القدم الافريقيه، اعتقد ان هو من المدربين اللي ادائهم بيعلى مع البطوله، شفنا ده لما حقق البطوله مع المنتخب الايفواري، اداء المنتخب الايفواري عالي خلال البطوله، ممكن ده يحصل مع المنتخب المغربي، لكن الاداء اللي هم قدموه في مباراه ناميبيا اعتقد ان هو صعب ان انت تكمل بيه وتحصل على البطوله. تونس وانجولا، انا قيمت المباراه
ان منتخب انغولا منتخب قوي، لكن منتخب تونس هو اللي ادى الفرصه لمنتخب انغولا ان هو يجيب هدف التعادل يضغط عليه. كان ممكن منتخب انغولا يخرج من المباراه بثلاث نقاط، لكن منتخب تونس فرط في الفوز، كان ممكن يضيف هدف ثاني. هل انت شايف ان منتخب تونس يعني منتخب ممكن يكون مرشح بقوه، ولا بعد الاداء اللي احنا شفناه ممكن نلاقي منتخب تونس ممكن يتعثر في مجموعته؟ منتخب تونس انا شايف ان هو هيتاهل، ما فيش مشكله بالنسبه للمنتخبات الكبيره ان هي تتاهل من الدور الاول، لان اربع نقاط كفيله بس ان هي تتاهلك حتى من ضمن افضل توالد في المجموعات. منتخب تونس انا متفق معاك جدا ان هو فرط في الفوز في المباراه، كان متقدم وكان يقدر ان هو يقفل بشكل افضل من كده. اعتقد ان عدم استدعاء برضو علي معلول كان ليه برضو تأثير سلبي على الأداء الدفاعي للمنتخب التونسي. علي معلول برضو قيمة كبيرة جدا، كان يقدر أنه يساند، وعنده خبرة كبيرة جدا مع كرة القدم الأفريقية، كان يقدر أنه يساند مع المنتخب التونسي. منتخب تونس كان أسبق في المباراة وكان ممكن أنه يخرج بنتيجة الفوز، لكن تراجع في الشوط الثاني، وأعتقد أن المنتخب الأنغولي كان ممكن يقلب النتيجة، لكن الحمد لله أن هي وصلت أو خرجت بالتعادل. منتخب تونس أنا شايف أنه لازم يكون في حنكة أكتر من كده في الفترة القادمة في المباراتين القادمتين للمنتخب التونسي عشان يقدر يكمل في البطولة. لكن برضو نفس الحال بالنسبة للمنتخب المغربي، الأداء اللي قدمه المنتخب التونسي في أول مباراة ما يخليناش نحطه واحد من ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، ولو أن برضو بأكد أن لسه المنتخبات في أول مباراة، والمنتخبات دايما بتطلع مع الأداء بتاع البطل بيظهر من خلال البطولة. وشفنا كمان، يمكن هخرج شوية الكوبا أمريكا، منتخب البرازيلي في تذبذب في المستوى، لكن في آخر مبارياته قدم مباراة رائعة جدا وقدر أنه يفوز بنتيجة 5-0، وكان يقدر ان هو يزودها ل 6-0 الاولى، ركله جزاء اهدرها جيسوس. فاعتقد ان البطل بيظهر من خلال البطوله، مش من اول مباراه نقدر نقيم المنتخبات. طيب انا بلعب لعبه هنا مع الضيوف، بقول لهم يلا نتوقع الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين في الدور قبل النهائي. تعال نلعب ونشوف، وتقول لي مين الاربع فرق اللي انت ممكن تتوقع ان هم يوصلوا للدور قبل النهائي لبطوله الامم الافريقيه. اربع فرق ان شاء الله. منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. ثلاث منتخبات، اول واحد بدأ معاك كابتن هيثم فاروق، قال لي اول اربع منتخبات او بتقول تتوقع مين، قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. مش هستغششك. لا مش هقول لك طبعا. طيب بس مصر تمام، السنغال ماشي، الجزائر، مالي السنغال والجزائر والكاميرون. هو قال لي الكاميرون هتكون موجوده في الدور قبل النهائي. انا عجبني جدا اداء مالي. طيب هل منتخب ممكن نحط بعدهم ممكن الكاميرون ونيجيريا، لكن دي الاربع منتخبات اللي انا شايف ان هي ممكن تكمل في البطوله. منتخب مالي قوي جدا في حاله ان هم ما لعبوش بعض، عشان بس نوضح للساده المشاهدين، في حاله ان هم ما لعبوش بعض دول الاربع فرق اللي انت تتوقع ان هم يكونوا موجودين كده. طيب احنا كده كل حاجه مسجلينها، بس منتخب مصر يوصل للدور. لا منتخب مصر ان شاء الله يكون موجود. منتخب مصر لسه هنتكلم عليه، لكن عايز اروح معاك بسرعه الكوبا امريكا، وعايز اعرف تقييمك في اللي حصل منتخب الارجنتين. انا هتكلم على البرازيل والارجنتين، هتكلم معاك على منتخب البرازيل، منتخب مختلف تماما، منتخب متالق بدون نيمار، يعني حتى ويليان اللي تم استدعائه بدل من نيمار للاصابه متالق مع منتخب البرازيل. منتخب الارجنتين ميسي عنده مشكله كبيره، ميسي دوليا يعني منتخب الارجنتين، هل هو عيب من منتخب الارجنتين ولا عيب من ميسي، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ عشان الناس اتجننت، الناس مش عارفه. انا عايز اعرف تفسيرك ايه. تفسيري ان اعتقد الموضوع في جانب نفسي، اكيد في ثلاث جانب نهائيات نفسي. لميسي اتنين كوبا امريكا وواحد كاس عالم بيخسره، هو مش لاقي نفسه. يعني انا اتفرجت عليه في كوبا امريكا الحاليه، هو مش لاقي نفسه. يعني ميسي اللي مع برشلونه بيرقص واحد واثنين وثلاثه وبيعدي وبيشوط، تحسه ان هو مش ده ميسي اللي انت بتتفرج عليه مع برشلونه، تايه، ما بيعديش من اللعيبه بسهوله زي ما بيحصل مع برشلونه. نجنس له اي حد من بتوع برشلونه؟ انا مش عارف نجنس له هو أي حد. هل مثلا موضوع نفسي بحس ان هو مع برشلونه قاعد مع اللعيبه دي وبياكل معاهم وبيتمرن معاهم كل يوم طول السنه، فهل هو ما بيقدرش يتاقلم مع على فكره انا مختلف جدا مع مقوله ان هو ميسي و10 خشبات، لان منتخب الارجنتيني ده دلوقتي بقت 11 خشبه. دلوقتي بقت 11 خشبه. منتخب الارجنتيني فعلا مدجج بالنجوم، يعني في اسماء قويه جدا واسماء كبيره جدا. انا مش حبيبك اجويرو
ديبالا قاعد احتياطي. يعني انا مش متخيل لما يبقى عندك لعيب زي ديبالا وقاعد احتياطي. انت بتتكلم اسامي كتيره جدا موجوده في المنتخب الارجنتيني. انا فعلا مش عارف ازاي المنتخب الارجنتيني اداء سيء جدا. يعني حتى في اخر مبارياته المباراه الوحيده اللي قدر يكسبها المنتخب الارجنتيني شايف الاداء باهت جدا. لكن هم قالوا او ميسي صرح بعد المباراه الاخيره ان خلاص احنا وصلنا دلوقتي لمرحله جديده في البطوله وبدات بطوله جديده في كوبا امريكا بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. هم هدفهم الوصول للمباراه النهائيه والتتويج باللقب. اعتقد ان الامور ممكنه في مباريات الخروج المغلوب في الادوار القادمه. لكن برضو المهمه صعبه برضو بالنسبه لباقي المنتخبات في البطوله. عايزين نقول المنتخب البرازيلي بقى له فتره طويله جدا لم يتوج بالبطوله. والنهارده كنت براجع على مباريات البرازيل وباراجواي اللي هيتقابلوا في ربع النهائي. لقيت ان اخر اربع مباريات بين البرازيل وباراجواي في كوبا امريكا منتخب البرازيل ما قدرش يكسب ولا مباراه. منتخب باراجواي هو اللي كسب في المباريات. حتى في البرازيل ولا البرازيل ملعب البرازيل في اي مكان هيكون افضل. يعني لا احنا المباراه القادمه طبعا المنتخب البرازيلي يعني هيدوس على الباراجواي. طبعا انا شايف ان هو مرشح للبطوله وهو الافضل في المباراه القادمه. لكن برضو دايما الجوانب التاريخيه بتبقى مهمه يا عمر في المواجهات المباشره. يعني احنا لما بنتكلم مثلا على مصر والكاميرون تلاقي ان حتى مهما كانت الكاميرون قويه لكن احنا كمصر لما بنلعب الكاميرون بنحس ان احنا كعبنا عالي عليهم شويه. دي نفس الحاله بالنسبه لباراجواي مع البرازيل. اخر فوز للبرازيل على باراجواي في كوبا امريكا يرجع لسنه 2001. فاحنا بنتكلم في 18 سنه فرق كبير جدا. اخر فوز ايام بقى ريفالدو رونالدو والجيل العظيم لمنتخب البرازيل. فاحنا بنتكلم ان هي مواجهه على بالارقام صعبه جدا بالنسبه للمنتخب البرازيلي. لكن بدون شك على الاداء اللي قدم حتى الان في البطوله المنتخب البرازيلي مرشح لتخطي باراجواي والاستمرار طيب في البطوله. حد بيبعت لي او الناس بتبعت لي بتقول لي طيب احمد بيتكلم على ميسي وبيقول ان ميسي مع منتخب الارجنتين الموضوع نفسي. طيب كوتينيو مع البرازيل ومع برشلونه نفس قصه ميسي. هو مش لاقي نفسه في برشلونه بس لاقي نفسه في منتخب البرازيل. جاب اول هدفين للبرازيل في اول مباراه افتتاحيه وبالتالي هنا الموضوع مختلف. طيب هل فعلا ان اللاعب هو لاعب كره القدم هو لاعب نفسي؟ يعني هو لو نفسيا كويس يعرف يأدي ولا الموضوع بيبقى فيه ثقه من المدير الفني تجاه اللاعب؟ أنا شايف إن مشكلة كوتينيو مختلفة شوية. مشكلة كوتينيو مدير فني. فالفيردي مش قادر يطلع أفضل ما عند كوتينيو مع فريق برشلونة. مع ليفربول كوتينيو كان واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع المنتخب البرازيلي كوتينيو واحد من أنجح اللاعبين في المنتخب البرازيلي. فأنا شايف إن مشكلته مع برشلونة هي سوء توظيف من فالفيردي لأنه يقدر يستخدم كوتينيو بشكل أفضل من كده بكتير مع فريق برشلونة. لدرجة إن هو خلاص يعني أنا شايف إن اللاعب نفسه قرر إن هو يرحل عن برشلونة ويشوف مكان تاني يقدر يلعب فيه بشكل افضل. وفي كلام كتير على صفقات في الفتره القادمه. انا عارف ان انت لسه هتسالني في الموضوع ده عندنا. لكن احنا بنتكلم ان كوتينيو مع برشلونه واضح ان هو كمان نفسه استسلم للموضوع. مش عايز ان هو يكمل مع برشلونه وعايز ان هو يروح لمكان تاني يبقى واخد فيه دور اكبر شويه زي ما كان موجود مع ليفربول. رغم ان هو حارب كتير جدا مع اداره ليفربول عشان ينتقل لفريق برشلونه. نقول ان ممكن قبل النهائي يكون برازيل ارجنتين ولا ممكن مفاجآت تحصل؟ لا انا شايف ان هي برازيل ارجنتين. وكمان عندنا منتخب تشيلي ومنتخب كولومبيا. كولومبيا انا بالنسبه لنا ممكن احط كولومبيا مرشح اول او ثاني للفوز بالبطوله بعد البرازيل. كولومبيا منتخب قوي جدا اقوى اداء في كوبا امريكا حتى الان. تسع نقاط معهم كارلوس كيروش واحد من المدربين اللي عندهم سي في قوي جدا وسي في يمكن تقيل جدا بالنسبه لاي مدير كان فني. كان مع منتخب اعتقد كان مع في كاس العالم منتخب إيران. كان مع منتخب ايران وتولى بعدها. بس غريبه يا احمد. مش غريبه لان هو يعني تولى غريبة ان انت تكون موجود جداً. في اسيا تكون موجود في منطقه ايران وتدرب منتخب ايران. كان مساعد لالكس فيرجسون في مان يونايتد. طبعا تولى قياده ريال مدريد فعنده سفير. لكن انا بتكلم على ان هو يروح يعني يروح من اقصى لاقصى اليمين اقصى اليسار مع منتخب كولومبيا منتخب قوي عنده لعيبه مميزه.
بس واضح ان هو بيعرف يسوق نفسه كويس. بس اما انا شايف ان في مدربين منتخبات في مدربين انديه فعلا دي حقيقة. انا شايف كده يعني ما ينفعش مدرب يضرب الاثنين. لا ينفع بس انا شايف ان في مدربين بيجيدوا مع النوعيه بتاعه مباريات المنتخبات وان انت تحضر لماتش وان هو يريح كده ويلعب ماتش كل شهرين. وفي مدرب ما يعرفش يعمل كده. في مدرب عايز ضغط كل يوم وعايز تمرين كل يوم وعايز يتابع انتقالات وسوء انتقالات كل يوم. فهي بتختلف من مدرب لاخر. انا شايف ان كارلوس كيروش ناجح جدا. يعني هو ما كانش ناجح مع الانديه اللي تولى مسؤوليتها ومنها ريال مدريد. لكن كان ناجح جدا مع المنتخبات اللي تولى مسؤوليتها ومع منتخب ايران. رغم ان هو ما عندوش اسماء كبيره لكن قدر ان هو يعمل مع اداء جيد جدا مع المنتخب الكولومبي. انا شايف ان هو ناجح جدا مع المنتخب الكولومبي حتى الان. وزي ما قلت لك يعني انا برشح كولومبيا لدرجه ان هيجيتا الحارس الاسطوري لكولومبيا قال لو كولومبيا ما فازتش باللقب هذه النسخه هحلق شعري خالص. فانا شايف ان كولومبيا تيم تقيل جدا. عندهم فريق قوي جدا. خامس رودريجيز برضو واحد من علامات الاستفهام. دايما متالق مع منتخب كولومبيا مش متالق مع الانديه اللي بيلعبها. طب بمناسبه خامس رودريجيز هل انت شايف ان هو غلط لما راح ريال مدريد؟ لا طبعا مش غلط. اي واحد هيجي له ريال مدريد بعد كاس العالم اللي عمله في البرازيل لازم كان هيروح بمبلغ كبير جدا لدرجه ان ريال مدريد فرط في دي ماريا في خلال الفتره دي عشان يتعاقد أوزيل. مع وقبلها اوزيل عشان يتعاقد مع خامس رودريجيز. وانا شايف ان هو ادى بشكل جيد مع فريق ريال مدريد لكن مش هو الشكل والاستمراريه اللي مطلوبه في فريق زي ريال مدريد. راح بايرن ميونخ برضه لم يقدم الشكل المطلوب منه في بايرن ميونخ. دلوقتي في طلب كبير جدا من انشيلوتي عشان يتعاقد معاه في فريق نابولي. واضح ان الصفقه هتتم بعد كوبا امريكا. طيب ممكن نقول الصفقه يعني الصفقه هي يا احمد ان نابولي اتفق مع مسؤولي ريال مدريد على ان يتم اعاره اللاعب سنه مع تفعيل خيار الشراء في حال ان نابولي يفوز بالدوري الايطالي. يعني من الاخر بيقول لهم مش هنشتري خامس رودريجيز غير لما يفوز بالدوري. انا اعتقد ان هو امر مستحيل يعني في ظل اللي احنا بنشوفه يوفنتوس. كمان يوفنتوس هيتعاقد مع ديليخت. يعني احنا انا مستغرب جدا ان ديليخت يعني فاهم اختار يوفنتوس على حساب برشلونه وعلى حساب باريس سان جيرمان. الموضوع غريب ولا انا بتكلم غلط؟ احيانا الموضوع بيرجع لدور مفاوض ذكي. ماشي يعني احنا عارفين ان رايولا ممكن انت تكلمه صعب على المشروع. احنا عندنا مشروع وبرضه يوفنتوس فريق كبير يعني بعرض له البضاعه. بالظبط. انا عندي كمان سنتين مرتب جيد مع وضعيه جيده في الفريق ممكن ما كانش هياخدها لما يروح برشلونه. فانت وبرضه نقطه كمان في يوفنتوس ان المساكين في يوفنتوس عواجيز. هيلعب اساسي عواجيز يعني انت سنه واثنين ومش هتلاقيهم موجودين. فانت هيبقى ليك دور كبير جدا معانا في السنين القادمه. فاعتقد ان المفاوض الذكي حسب المفاوضات لفريق انت شايف ان رايولا هو رايولا واحد من الوكلاء اللي دايما عايز يستفيد بس غير مرحب بيه في انجلترا لانه ملاوع وغير مرحب بيه برضه في ريال مدريد لانه دايما بيقول كلام لكن في الاخر بيبص لمصلحته الشخصيه ودايما بيبقى عايز عمولات كبيره جدا. انا عايزك تشرح للناس للساده المشاهدين ازاي الوكيل بره بيتعامل مع الانديه. يعني هنا في مصر عشان بس نوضح للساده المشاهدين ان الوكيل لما اللاعب يتعاقد مع نادي قدامه حلين. يا اما بياخد ال 10% من النادي و 10% من اللعيب. لكن بره في اوروبا احمد الوكيل بيروح للنادي بيقول له انت عايز اللاعب الفلاني انا هاخد عموله 10 مليون يورو وش كده. يا توافق يا هشوف نادي ثاني يديني العموله وهقنع اللعيب بتاعي ان هو يروح النادي ده. علشان كده هو دايما بيكون في ثقه كبيره ما بين الوكيل وبين اللعيب ان هو مش بياخد منه فلوس وفي نفس الوقت هو عارف بيجيب له اعلى مرتب موجود. فعلشان كده دي النقطه اللي انا بتكلم اللي عايز اشرح للساده المشاهدين يعني ايه بيبص لمصلحته ان هو هياخد من يوفنتوس عموله اعتقد 12 مليون يورو. بياخد نسبه كبيره. يعني انت متخيل الرقم ده اجر لاعب. يعني تخيل اللاعب اللي بيصحى كل يوم ويحافظ على التغذيه بتاعته ويتمرن ويروح ماتشات ده بياخد في صفقه واحده بياخد اجر لاعب في سنه. انت عارف رايولا كان شغال ايه طبعا قبل ما يبدا. رايولا كان شغال في مطعم. طب ممكن عايزك تقول للناس بس رايولا كان شغال في مطعم امام نادي اياكس. مطعم ايه بقى؟ مطعم بيتزا تقريبا.
شغال في مطعم امام نادي اياكس، وبدات قصته ازاي ان هو بدا ياخد اللاعبين الشباب صغيرين، تعال انا هوديك النادي ده وتعال انا هوديك النادي ده، بدا الموضوع يكبر معاه لحد ما بقى دلوقتي واحد من اكبر الوكلاء على مستوى العالم. بالمناسبه كان وكيل احمد حسام ميدو في فترته في كره القدم الاوروبيه. بس هو شاطر، هو مفاوض ذكي جدا، مفاوض بياع قوي جدا بالظبط كده. لكن في الاخر هو بيحقق مصلحته ومصلحه الوكيل بتاعه، لكن في رؤساء أندية ما بيفضلوش التعامل معه. وهو فعلا يعني في سانتياغو برنابو مغضوب عليه رايولا، لأنه كذا مرة بيتحكم في الصفقات وبيضيع صفقات على فريق ريال مدريد بسبب طلباته المبالغ فيها. ففي إدارات بتفضل أنها تبعد شوية عن مين رايولا في التعامل. طيب نروح للسيتي حبيبك، واللي ده طبعا أكيد موجود في المنظومة الإعلامية، واللي دايما بتنقل الأخبار، واللي دايما بتكون حريص على توصيل رأيك والأخبار الصحيحة بشكل محترم لمتابعين السيتي في المنطقة العربية وفي مصر. الدنيا في إنجلترا نايمة، مفيش صفقات، الصراع ما بين طبعا أسبانيا برشلونة وريال، الموضوع سخن جدا، هنروح لهم. لكن لازم أتكلم معاك على السيتي، وممكن أعرف منك برنامج السيتي في فترة الإعداد هيكون إمتى، أبرز اللقاءات اللي ممكن تكون موجودة في الفترة اللي جاية لو اتفقوا على الماتشات. هل ممكن السيتي يتعاقد مع بعض اللعيبه اللي موجودين، ولا السيتي مأجل كل حاجه بعد كوبا امريكا، بعد امم افريقيا يبدا يفكر، بما ان الدنيا لسه في الصيف اطول من الشتاء؟ مانشستر سيتي يمكن في الفتره الاخيره مركز جهوده كلها في ان هو يجدد للنجوم الموجودين في الفريق، عنده هدف ان هو يحافظ على القائمة الموجودة دلوقتي من اللاعبين. شفنا في الفترة الأخيرة جددنا التعاقد مع زينتشينكو، ولسه في تعاقد يعني مش هقدر أقول على اسم اللاعب، لكن في خلال يومين هو لاعب شاب يعني. يعني أنتوا يعني السيتي تعاقد معاه ولا جدد التعاقد؟ لا بيجدد التعاقد معاه. فلسه في مانشستر سيتي في الفتره دي بكل هدفه ان هو يحافظ على القوام. ووكر برضو خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا جددنا التعاقد مع ووكر، كله ل 2024 و2025. فمانشستر سيتي انت ما خدتش حاجه في التعاقد؟ ما خدتش اي حاجه؟ انا مش منه رايولا. مانشستر سيتي زي ما قلت لك هو مركز في الفترة القادمة أنه يحافظ على الأساس أو قوام الفريق الموجود حاليا. ممكن يتعاقد مع لاعب أو اثنين على أقصى تقدير قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وإحنا عارفين أنه في إنجلترا رسميا بقى يقفل قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز عكس باقي الدوري الأوروبية. وأنا شايف أن ده قرار صائب جدا من الدوري الممتاز. فزي ما قلت لك مانشستر سيتي مش داخل السوق بشكل كبير جدا زي ما كان بيحصل في السنين الأخيرة. كل التركيز دلوقتي على التجديد مع اللاعبين. طبعا انت لما يبقى عندك فريق دخل خمس بطولات، فاز باربعة منهم وخسر بطولة واحدة اللي هي أقوى بطولة دوري أبطال أوروبا، دايما لازم تحافظ على الأسماء الموجودة داخل الفريق. وأعتقد ده قرار صائب من إدارة نادي مانشستر سيتي. أربع بطولات، السوبر وبطولة الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة. درع الاتحاد الإنجليزي اللي هو سوبر، يعني درع الخيرية بالظبط، اللي هو في إنجلترا بالمناسبة ما بيعتبروهوش بطولة كبيرة جدا. ده كان خلاف كبير مع جوارديولا، بيقول لهم أنا رحت مرنت في أسبانيا، مرنت في ألمانيا، ودايما عندهم بطولة السوبر بطولة مهمة جدا طبعا. ما كانوش حاسبينها لحد ما هو اتخانق معاهم وحسبها ان السنة دي مانشستر سيتي كسب اربع بطولات مش ثلاثة بالظبط كده. علشان كده عايز اروح ل اليونايتد وتشيلسي وارسنال ويعني ليفربول. الدنيا في انجلترا نايمة يا احمد، هل انت شايف ان ده ليه سبب معين، ولا الاحداث اللي موجودة والاحداث المحيطة، وان ممكن يكون ما فيش اختيارات كتيرة بالنسبة للاندية عشان كده محدش بيتعاقد مع حد في انجلترا، ولا عشان البطولات شغاله، كوبا امريكا شغاله وامم افريقيا شغاله، وبالتالي تركيز اللعيبه الافريقيه واللاتينيه ممكن يكون منصب مع منتخبات بلدهم، وبالتالي ما فيش فرصه ان هم يبداوا كلام مع لعيبه، او حتى الوكيل لما يجي يتكلم مع لاعب هيقول له انا مركز، سيبني لما اخلص بطولتي مع المنتخب وبعد كده نتكلم. هل ده اللي ممكن يكون شغال، ولا انجلترا الموسم ده ما فيش لعيبه متاحه؟ لا انا متفق معاك ان هو زي ما انت قلت كده يا عمر، البطولات شغاله، هتجيب مين دلوقتي تتعاقد معاه وعندك اهم بطولات على مستوى العالم، بطوله افريقيا، بطوله كوبا امريكا، كان قبلهم كمان
قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية كانت شغالة، وشفنا ريال مدريد لما أعلن التعاقد مع هازارد كان بعد نهاية دوري الأمم الأوروبية، وكمان المباريات اللي اتلعبت في تصفيات اليورو. فالأندية دايما بتحب أن اللعيبة تخلص الالتزامات بتاعتها وتعلن عن التعاقد مع اللاعبين، لكن أنا شايف إن لسه شوية، والدوري الإنجليزي لازم هيكون فيه تعاقدات قوية بعد نهاية كوب أمريكا وكأس الأمم الأفريقية، لكن لسه شوية. وكمان في نقطة مهمة جدا، إن الأندية الإنجليزية تألقت جدا بتشكيلاتها دي في الموسم الماضي. يعني إحنا عندنا نهائي أوروبا ليج ونهائي دوري أبطال أوروبا، الاتنين أربع أندية إنجليز، والاتنين قدموا، أو الأربع أندية قدموا موسم جيد إلى حد ما. طبعا ليفربول كان افضل موسم بالنسبه لي باقي الانديه، لكن انت بتتكلم على تشيلسي مش قادر يعمل تعاقدات، بتتكلم على ليفربول يورجن كلوب بيقول ان احنا لازم نعمل تعاقدات عشان نحافظ على ايه المراكز اللي ناقصه ليفربول، اللي انت شايف ممكن تكون فريق مع الموسم اللي جاي يقدر يعوض الدرع اللي فشل في تحقيقه موسمين على التوالي. لكن الموسم اللي فات ده كان مميز، السيتي فريق قوي جدا، وبالتالي ليفربول لازم يكون ند قوي. هو فشل في تحقيقه من اول لما اتعمل بقى الدوري الانجليزي ممتاز في انا بتكلم على مع يورجن كلوب مع محمد صلاح. انا طبعا ليفربول طبعا فريق كبير وفريق عريق ومن اكثر الانديه حصولا على بطولات في الدوري الانجليزي، لكن قبل الدوري الانجليزي ممتاز طبعا، بس انا بتكلم في نقطه، احنا كمصريين تابعنا ليفربول قوي 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 عشان محمد صلاح طبعًا. عشان كده بنتكلم عليه، والمشاهدين بيحبوا ان احنا نتكلم على ليفربول عشان محمد صلاح. فبالتالي انا عايز اعرف منك ايه المراكز اللي ليفربول محتاجها. هل ليفربول محتاج حد في خط الهجوم، ولا محتاج تدعيم لدكه البدلاء؟ وده النقطه الفارقه عند مانشستر سيتي، اي حد بينزل زي اي حد بيطلع، ما بنحسش باي فارق. ساني موجود، اجويرو موجود، ستيرلينج موجود، اي حد موجود. فانت رايك ليفربول ايه اللي قدامه اختياراته؟ انا شايف ان ليفربول محتاج تدعيم في مركز المساك جنب فان دايك، محتاج مدافع تقيل بنفس قوة فان دايك. أعتقد أن دي ليخت كان اختيار مهم جدا بالنسبة فشلوا في إقناعه ليفربول. عندك في خط الوسط ممكن في أسماء كتيرة جدا أحسن من هندرسون وميلنر ممكن تبقى موجودة في الدوري الإيطالي، أحمد سكرينيار في إنتر، وعندنا في لعيبة في الدوري الألماني، في لاعب في لابزيج، يعني برشلونة في ثلاث أسماء حددهم بس أنا مش متذكر غير سكرينيار لاعب إنتر ميلان، في كابتن إيسي ميلان بس مش متذكر اسمه. يعني اللعيبه مساكين، لازم ليفربول يدور ويشوف اللعيبه البروميسنج. لاعب مساك قوي، مش اسم كبير في اوروبا لكن هيبقى مساك زي فيرجيل فان دايك. فيرجيل فان دايك عين شافته صح، المساك كويس، كان بيلعب في ساوثامبتون، بقى احسن مساك في العالم. وهذا اللي انا بتكلم فيه، مش لازم تجيب نجم دلوقتي ظاهر على 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 مستوى العالم، لكن ممكن تجيب فعلا لاعب عنده مستقبل جيد في كره القدم الاوروبيه في الفتره القادمه. زي ما قلت لك، ليفربول محتاج حد جنب فان دايك، لان انا شايف ان فان دايك الكيمياء بينه وبين الموجودين جنبه ممكن تكون افضل من كده. شفنا فان دايك مع المنتخب الهولندي، فان دايك ودي ليخت الاثنين ثنائي قوي جدا، في سد منيع بالظبط، يعني عشان تتغلب عليهم بيبقى بصعوبه كبيره جدا. في خط الوسط محتاجين اسماء حركيه اكتر من كده، زي ما قلت لك هندرسون وميلنر اسامي جيده جدا، لكن في افضل من كده بالنسبه لفريق ليفربول. هجوم جيد جدا، حتى الاحتياطي انا شايف ان الاحتياطي برضو اوكي، يعني عندك ستورج جيد، ستورج اعتقد ان هو ماشي، عندك اوريجي، ستورج هيرحل عن ليفربول اعتقد، مش عارف يعني لحد دلوقتي لسه ما فيش، لسه ما فيش اوريجي، عندنا شاكيري. فانت عندك اسماء لحد ما، طبعا مش بقوه الثلاثي الهجومي الموجود بشكل اساسي في ليفربول، لكن عندك اسامي جيده جدا في دكه بدلاء فريق ليفربول. زي ما قلت لك اللي هو مفتقده ليفربول لاعب قوي جدا في خط الوسط، ولعب قوي جدا في مركز المساك جنب فان دايك، لكن عنده حارس مرمى جيد جدا، عنده ظاهرين رائعين جدا، شايف ان هم من احسن، يعني ظهير ايمن من افضل الاظهر على مستوى العالم، وظهير ايسر من افضل الاظهر على مستوى العالم. الاثنين لما بيخشوا اوضه اللبس بيطلعوا احصائيات كل واحد جري فيهم قد ايه في الماتش، يقعدوا يعني يتنافسوا. فانت متخيل الاثنين ما بيبطلوش جري عشان ده ما يبقاش جري اكتر مني وده ما يبقاش جري اكتر مني. فانت عندك ظاهرين فعلا من افضل الاظهر على مستوى العالم مع فريق ليفربول. اعتقد ان ليفربول محتاج تدعيمات مش كتير، لكن الفريق واضح ان هو ناوي على الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم القادم. طيب تعال نريح شويه ونروح لتقرير مهم عن افريقيا والمنتخبات العربيه، ويعني حظوظ
فوز المنتخبات العربية ومين المنتخب العربي الأفضل حتى الوقت في بطولة أمم أفريقيا بعد الجولة الأولى مع التقرير التالي. خليكم معنا عشان نرجع نكمل الحوار الممتع مع أحمد صلاح. والله الجزائر بانت كويسه يعني، رياض محرز طبعا عامل فرق مع الفرقه كويس، عامل فرق كويس قوي قوي. الجزائر كويسه، المغرب فازت بصعوبه بس هتجيب يعني عندها برضو مستواها يعلى. مصر طبعا فرقه كويسه، منتخب المغرب كويس، منتخب برضو تونس كويس، وشفت برضو مباراه الجزائر كانت مرعبه، كانت مباراه يعني جميله جدا كويسه. وطبعا منتخبنا برضه الله وان شاء الله يعني هيبقى ان شاء الله كويس جدا وهيتحسن طبعا في المباريات اللي جايه. هو المنتخب العربي المنتخبات العربيه كلها حلوه، والجزائر كانت بتلعب جامد، ومصر ان شاء الله تتاهل وهنكسب ماتش بكره. هو منتخب المغرب بدا بس ما كان اول ماتش ما كانش كويس، لسه تونس كسب في اخر الماتش كان ما كانش كويس، زي برضه منتخب مصر كان ما ظهرش بقوته. منتخب المغرب فيه لاعيبه كتير جدا المفروض يظهر باحسن من كده، فيه لاعيبه عالميين. منتخب تونس مع ان مش ما فيهوش لاعيبه بقوه منتخب مصر، زي لاعيبه محترفه بقوه منتخب مصر ولا منتخب المغرب، بس معتبر هو المنتخب رقم واحد في التصنيف الافريقي ومتوقع ان هو يظهر كويس. ومنتخب الجزائر عمل ظهر بشكل كويس، بس برضو كينيا برضو مش هي، لسه هنشوف الماتش الجاي ماتش السنغال نحكم عليه، نقدر نحكم على قوه منتخب الجزائر. منتخب الجزائر منتخب كويس، عنده الهجوم لعيبه كويسه بتلعب في الدوريات الانجليزي ودوريات كلها دوريات كويسه، رياض محرز وبغداد بنجاح وبلايلي منتخب قوي. منتخب المغرب برضك منتخب كويس، منتخب تونس لسه مع الماتشات مع الادوار بعد كده الدور 16 بتبدا الماتشات بتبقى قويه اقوى من كده. طبعا البطوله من ناحيه التنظيميه طبعا على اعلى مستوى، وشايف ان منتخب مصر طبعا صوره كويسه عن مكان في كاس العالم او التصفيات او كده، في تقدم في تحسن. منتخب الجزائر طبعا مقدم صوره امبارح، عمل ماتش تحفه بصراحه، وان شاء الله منتخب تونس النهارده تقريبا عنده ماتش برده، يعني ان شاء الله يظهر بصوره كويسه. طبعا يعني اهم حاجه المنتخبات العربيه، ولازم تكون يعني في تقارب الفرص بين مصر وتونس والجزائر، بحيث ان والمغرب طبعا كل منتخباتنا العربيه الموجوده تأدي بصوره كويسه في البطوله ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. احمد، القضيه الكبرى صفقة القرن، بعد ما كانت صفقة القرن من سنتين ثلاثة بقت صفقة القرن الثاني، نيمار جونيور. هل أنت شايف أن كل ما يقال في الصحف الأسبانية الصفراء، يعني للأسف صفراء مش بنتعود منها غير أن هي بتقول إشاعات على طول، نادرا لما تقول خبر صحيح، هل أنت شايف أن نيمار فعلا هيعود إلى برشلونة من جديد؟ يعني بص يعني أنا عايز أقول لك أن قالوا نيمار هيستغنى عن 50% من مرتبه، نيمار هيعتذر لزمايله اللي موجودين في برشلونه في كاتالونيا نيمار يعني كل واحد هيضربه علشان ياخد حقه منه عشان يرجع برشلونه، ايه الكلام؟ بص، هو مبدئيا نيمار ما عندوش مشكله مع اللاعبين حتى بعد انتقاله لباريس سان جيرمان، حضر في نادي برشلونه اكتر من مره، واللاعبين ما عندوش مشكله مع اللاعبين، ممكن يبقى عنده مشكله مع الجمهور لانه رحل بطريقه غير جيده بالنسبه لجمهور برشلونه. الموضوع بدأ من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وتصريحات رسمية قال مش عاجبه كده، اللي مش مقتنع بالمشروع يمشي، وكان واضح جدا الكلام على نيمار، ونيمار فعلا مع فريق باريس سان جيرمان انت بتاخد مرتب تقريبا هو الأعلى على مستوى العالم، 50 جايب قيمه عاليه جدا، 222 مليون 222 اللي هي كانت قيمه الشرط الجزائي في عقده مع فريق برشلونه، فانت جايب قيمه كبيره جدا وما قدمتش المنتظر منك، كل ما نحتاجك تتصاب في دوري ابطال اوروبا وتخرج، تصاب قدام ريال مدريد، تصاب قدام مانشستر يونايتد وخرج،
كل سنه في فتره في وقت عيد ميلاد اخته عيد ميلاد اخته يصاب شهر 3 صح ويسافر البرازيل سبحان الله يعني بيبقى مصاب ويسافر البرازيل يحضر عيد الميلاد دي مناسبه مقدسه عنده فانا مش عارف يعني انت لعب بالقيمه دي بالحجم الانفاق اللي انفقه نادي باريس سان جيرمان عشان يتعاقد معاك لازم يكون عندك التزام واحتراف شويه في الحته دي فعلا انا شايف ان محدش تفوق على كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو فعلا مجند يعني هو بيتعاقد مع النادي وبيوهب حياته للكوره نيمار مش كده نيمار موهوب لكن ما بيديش للكوره ما بيتنك بلغتنا كده على الكوره بشكل كبير فظيع. هو لعيب يمكن ممكن تقول من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره لكن فين الالتزام ودي بس كان ملتزم مع برشلونه نقطه عند اللاعبين البرازيليين كان ملتزم مع برشلونه بس اللي خلاه يمشي والده دايما كان يقود برشلونه ليه تحقيق الانتصارات ويمكن يعني مباراه الريمونتادا الشهيره كلام ابوه كده يعني ما هو بص هو ابوه وكيله فهو اللي بيتحكم وابوه زي مينو رايولا كده يعني ما حدش يسمع كلام ابوه ما حدش يسمع كلام لو في الكوره ما يسمعش يعني بتكلم بجد لان هو تسبب في مشاكل والده واضح جدا ان اهم حاجه عنده هي الماده طبعا وهي الفلوس والده خد يمكن ده عمل مشكله كمان لنادي برشلونه مثلا خد في انتقاله ليه برشلونه خد فلوس من تحت الترابيزه في متحقق فيها على فكره متحقق فيها فيها في انتقاله ليه باريس سان جيرمان خد فلوس كبيره جدا 20 تقريبا حاجه في الحدود دي فانا شايف ان والده لعب دور كبير جدا برضو في اللي وصل له نيمار في الفتره الحاليه هل هيعود لفريق برشلونه اعتقد ان هو لو رحل عن باريس سان جيرمان هيبقى الاقرب برشلونه لان اللاعب حابب برشلونه ميسي مش قدامه كتير في الملاعب ميسي كل يوم بتجيب لنا حاجات على الفيسبوك والله يعني بيزعل الواحد سنة. يا احمد ميسي فانت بتتكلم قدامه سنتين ثلاثه فممكن نيمار هو اللي يحمل الرايه من بعد ميسي ممكن دي حاجه يبقى هو باصص لها مع فريق برشلونه فانا شايف ان نيمار لو رحل عن باريس سان جيرمان هيبقى الوجه الافضل بالنسبه له هو فريق برشلونه مش ريال مدريد لان كتير جدا فلورنتينو بيريز كان يطمح في التعاقد مع نيمار لكن واضح ان الهدف دلوقتي هو التارجت الكبير بالنسبه لفريق ريال مدريد هو مبابي لكن مش الصيف ده الصيف الجاي. طيب انا الكلام ده هقوله يمكن انا قريته الصبح وكل الناس مركزه مع نيمار لكن ما حدش متابع انطوان جريزمان. جريزمان برشلونه كان بيحاول الفتره الاخيره ان هو اتلتيكو مدريد يوافق ان هو يمشيه باقل من 120 مليون يورو اللي هو قيمه الشرط الجزائي. الشرط الجزائي في عقد انطوان جريزمان من حقك ان انت تكسره في يوم 1/7 تمام 1/7 ده يوم الاحد وبالتالي برشلونه مدي فرصه لاتلتيكو مدريد لحد يوم الاحد القادم ان هو يتنازل عن قيمه ال 120 مليون يورو علشان يوافق على انتقال جريزمان لكن لو اتلتيكو مدريد فضل متعنت برشلونه هيدفع 120 مليون يورو وينتقل جريزمان رسميا الى برشلونه ثلاث اربع اسئله اولا شايف ان جريزمان بص انا هحرق لك الاسئله كلها واقول لك اللي ماشي قول لي انطوان جريزمان مضى لبرشلونه واتلتيكو مدريد مش هيقبل باقل من الشرط الجزائي واللاعب هينتقل من 1/7 لفريق برشلونه واللي قال الكلام ده نائب رئيس اتلتيكو مدريد قال جريزمان مضى بالفعل لفريق برشلونه واحنا مش هنبيعه على مسؤوليتك الشخصيه على مسؤوليتي الشخصيه ولو ما راحش يوم الاثنين انا هاجي لك البيت واتكلم معاك بص هو مضى لفريق برشلونه واضح جدا واعلن خلاص ان هو ماشي رسميا من فريق اتلتيكو مدريد ده نفس اللي حصل مع اتلتيكو مدريد في صفقه جواو فيليكس لاعب اخذ الفلوس من هنا وده هنا هو برضه قيمه الشرط الجزائي 120 مليون لا نفس الموقف يعني اتلتيكو مدريد عرض على بنفيكا ان هو يقفض قيمه الشرط الجزائي وان احنا نشتريه باقل من 120 مليون وهندي لكم امتيازات بنفيكا قال مش هنبيعه باقل من ال 120 مليون واللي عايز اللي يشتري اللاعب يدفع ال 120 مليون وفعلا دفعها اتلتيكو مدريد وتعاقد مع جواو فيليكس بشكل رسمي طيب جريزمان مفيد لبرشلونه جواو فيليكس مفيد لاتلتيكو مدريد انا شايف ان الاثنين مفيدين جدا سواريز مستواه يمكن هبط شويه في الفتره الاخيره وانا شايف ان جريزمان هيبقى عنصر مهم جدا مع فريق برشلونه لاعب متمرس جدا في الليغا الاسبانيه وفي الكره الاسبانيه جواو فيليكس واحد من اللاعبين الصاعدين على مستوى العالم واحد من اللي بينتظروا مستقبل كبير في كره القدم الاوروبيه وانا شايف ان هو تعاقد دايما اتلتيكو مدريد عنده عين جيده جدا في التعاقدات وان هو يدفع المبلغ ده في لاعب فواضح ان هم متاكدين جدا من نجاحه مع الفريق تحت قياده دييجو سيميوني الاخ عثمان ديمبلي
هيعمل ايه مع برشلونه الموسم اللي جاي؟ هل شايف ان هو هيفضل مضيع اصابات ولا برشلونه هيقدر ان هو يتفادى الموسم الاول لعثمان ديمبلي او يتفادى الفتره الاولى ويبدا ان هو يقاوم اللاعب جسديا وبدنيا علشان واضح ان صحته على قده، واضح ان هو ما تمش تقويمه بشكل كويس في الدوري الالماني. هل يقدر ان هو يفيد برشلونه ولا برشلونه شايف ان هو يبيعه؟ نفس الكلام لكوتينيو، هل كوتينيو ممكن ان هو يتهيئ نفسيا كويس علشان يتم الاستفاده منه بشكل افضل من كده؟ قدوم نيمار معناه خروج واحد من الاثنين بشكل مؤكد، كوتينيو أنا عثمان ديمبلي. أو عثمان ديمبلي يتوقع لازم حد فيهم يخش في الصفقه التبادليه مع باريس سان جيرمان ويدفع فيه فلوس. باريس سان جيرمان هيوافق ان هو يتفاوض مع برشلونه؟ انا شايف اصل هو يطيق العمل ولا يطيقش برشلونه. رئيس النادي اعلنها، فهو نيمار هيقول لك انا عايز 300. طب ما هتقعد نيمار غصب عنه؟ مش انا عايز 300 مليون. هو قال انا مش هقبل غير، او في بعض التقارير لكيب الفرنسيه فرانس فوتبول كتبوا انه نيمار ممكن يتم بيعه مش باقل من 300 مليون يورو. هيدخلوا كوتينيو او ديمبلي في الصفقه وهيدفع مثلا 120 او 130، واعتقد ان ده يبقى مبلغ مقارب للي هو طالبه، هتبقى برضو بالنسبه له صفقه رابحه جدا. قبل ما اروح معاك للريال اخيرا، السؤال في دفاع برشلونه في حاله فشل وبنسبه كبيره هيفشل التعاقد مع دي ليخت، مين البديل او برشلونه هيبدا يدور فين علشان يجد الضاله اللي بيدور عليها منذ اعتزال كارلس بيول؟ اعتقد ان برشلونه قدامه اسامي كتير لكن مش عارفين مين. يعني الحسم هيبقى الاسبوع اللي جاي اعتقد من دي ليخت هيبلغ قراره رسميا وهيتم التعاقد معاه يا اما من يوفنتوس او باريس سان جيرمان او حتى برشلونه، لكن عرض المادي لبرشلونه هو الاضعف. احكي لك حكايه خاصه باريس سان جيرمان ودي ليخت. باريس سان جيرمان عشان يقنع دي ليخت بالتعاقد معاه عمل ايه؟ لعب على حاجتين، لعب على صديقته ولعب على والدته. راح لوالدته قال لها اختاري اي شقه في باريس انت عايزاها واحنا هنشتريها لك، اي شقه اي فيلا اي حاجه انت عايزها. راح لصديقته وهي عارضه ازياء قال لها اختاري الماركه اللي انت عايزاها في باريس وهتبقى عارضه الازياء رقم واحد بتاعتها. فاللي هو بيجي له من كل النواحي اللي ممكن ما يوافقش عليها. فده كان عرض باريس سان جيرمان زي طبعا المرتب الخيالي. يوفنتوس هيلعب اساسي، هيلعب مع رونالدو، هياخد مرتب كويس، هيلعب في نادي كبير، هيلعب في نادي بياخد بطولات، فلسه دي ليخت بيقارن. فانت شايف ان ممكن يعدل وجهته ويروح لبرشلونه ولا برشلونه موضوع مستحيل ومقفول؟ هنا زي ما قلت لك موضوع بيرجع للمفاوض، ممكن المفاوض في برشلونه يعرض عليه حاجه افضل من كده، لكن بالنسبه للاعب شاب ومع وكيل زي كده الامور بتبقى صعبه جدا، لازم يبقى عرضك افضل من باقي الانديه. عندك يوفنتوس زي ما اتكلمنا عارض عليه مبلغ كبير جدا وهتلعب مع رونالدو وهتبقى واحد من نجوم الفريق بشكل اساسي في الفتره القادمه. نقطه الضعف في المفاوضات بين باريس سان جيرمان واي لاعب على مستوى العالم هي ان باريس سان جيرمان بيلعب في فرنسا، فانت ممكن كلاعب او 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 نجم كبير بتطمح ان انت تنافس دايما على دوري ابطال اوروبا او يبقى ليك منافسه على الكره الذهبيه، ما تفضلش ان انت تبقى موجود في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، تفضل ان انت تبقى موجود في الاسباني في الانجليزي في الايطالي، لان النجم اللي بيلعب في الدوريات دي بيكون هو الاقرب للجوائز الفرديه على مستوى العالم. فباريس سان جيرمان ممكن يديلك الفلوس لكن مش ممكن يديلك المجد الشخصي كلاعب، وده اللي خلى اكتر من لاعب يفكر كتير جدا قبل ما ينضم لباريس سان جيرمان. واعتقد ان دي النقطه المحوريه في ازمه نيمار مع باريس سان جيرمان، ان انت طلعت او نزلت انت لسه بتلعب في الدوري الفرنسي، ولو تألقت وجبت 40 جون مش تبقى زي لاعب هداف الدوري الاسباني او هداف الدوري الانجليزي او هداف الدوري الايطالي. فاعتقد ان الامور بتحسم بيه برضو تفاصيل صغيره جدا ممكن تدخل في الصفقات. ممكن هو يفضل ان هو ياخد عرض اقل شويه من برشلونه، وبرشلونه بالمناسبه مدينه سياحيه رائعه جدا، اي لاعب يتمنى ان هو يكون موجود في برشلونه. لا اسبانيا بالظبط، اسبانيا من البلاد الجميله جدا. طيب نروح يعني اخواتنا في ريال مدريد ونشوف القصص هتمشي معاهم ازاي. تعاقدوا مع هازارد، تعاقدوا مع مندي، بيحاولوا يتعاقدوا مع مبابي، بيحاولوا يبيعوا بيل، بيحاولوا يبيعوا بعض اللعيبه علشان نقطه مهمه جدا، علشان قانون اللعب المالي نظيف انه لازم يكون الايرادات والمصروفات الاثنين زي بعض، ما ينفعش المصروفات تكون اكتر من الايرادات، وده احنا بنتكلم عليه في الدوريات المحترمه يعني. طيب ريال مدريد هازارد ومندي، شايف صفقتين هيفيدوا ريال مدريد في الموسم اللي جاي؟ بص، ريال مدريد لحد دلوقتي عمل تعاقدات رائعه جدا. يعني تعاقد مع ميليتاو مدافع منتخب البرازيلي، تعاقد مع رودريجو جوس، وده واحد من اللاعبين يمكن مشاهدين احتفظوا بهذا الاسم واحفظوه كويس،
رودريجو جوز واحد من اللاعبين القادمين بقوه جدا في كره القدم العالميه، هو فينيسيوس جونيور. الاثنين انا شايف ان هم بروميسنج جدا بالنسبه لفريق ريال مدريد، واللعيبه من اللعيبه فعلا اللي تنتظر ان هم يظهروا بشكل قوي جدا في الفتره القادمه. التعاقد مع هازارد انا شايف ان هو رائع جدا. لسه بنتكلم على لاعب وسط برضو باقي لفريق ريال مدريد، بنتكلم على بوجبا، بنتكلم على إريكسن، بنتكلم على ندومبيلي لاعب ليون. بنفس ترتيب الأسماء اللي أنا بقول لك عليها دي، بوجبا، إريكسن، ندومبيلي، لو ريال مدريد هيدخل في الاختيارات دي بالترتيب اللي أنا قلت عليه. أنا شايف أن ريال مدريد بعيد جدا عن أي مشاكل مع قواعد اللعب المالي النظيف، لأنه بقاله 3-4 مواسم ما بيعملش تعاقدات وبيكسب دوري أبطال أوروبا وعنده مداخيل كبيرة جدا، علاوة على أنه الصفقات اللي هو جابها دي كلها لحد دلوقتي كلفته 300 مليون يورو، منهم هازارد بقيمة أقل من قيمته بكتير جدا، دفع فيه 100 مليون يورو. لو باع بعض اللاعبين في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، أعتقد أن ريال مدريد هيغطي كمان المصاريف اللي صرفها لحد دلوقتي. أنا شايف أن ريال مدريد هو الأنجح حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية. وطبعا بعد الموسم الكارثي الماضي بالنسبة لريال مدريد، كان واضح جدا أن ده هيبقى موجود مع ريال مدريد وزين الدين زيدان، واضح أن ده كان كمان شرط من شروط زين الدين زيدان للعودة مرة أخرى إلى فريق ريال مدريد. احمد، يعني للاسف الوقت خلص، للاسف الوقت جري بسرعه، بستمتع بيك على طول في وجودك معايا، واتكلمنا في كلام مهم. اتمنى ان المشاهدين يكونوا يعني استمتعوا بحوارك زي ما انا استمتعت، وكل الناس اللي موجوده في الكنترول استمتعوا. احمد بشكرك شكرا جزيلا، شكرا. ان شاء الله اكون موجود معايا في حلقات ثانيه، ما اقدرش استغنى عنك ابدا، وشرفيه ونورتني يا ابو حميد. الله يخليك، شكرا جزيلا. طيب وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع أحمد صلاح المنسق الإعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقة العربية. نشوفكم دايما على ألف مليون خير. تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.